متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضايا الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او IMS TV. بدايه كيف ديما كنبغي نوجه الشكر للمتابعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارجه، وكل واحد بصفته واسمه، وتحيه كاع الناس اللي سولونا من اجل الاطمئنان على الحاله ديالنا. حنا الحمد لله بخير حسن الايام اللي داز، والحمد لله هذا مرض دابا راه دايز تقريبا. بزاف الناس كيتشكوهم هاد الغريب او هاد الروح. المتابعين ديالنا ولا الناس اللي كيتسمعونا يحاولوا يردوا البال، خصوصا هاد الجو هذا اللي كيرجع بين الخريف والصيف. الجو كيتبدل وكيتغير، والناس كينقصوا الحوايج ولا كيزيدوا الحوايج، كيمرضوا في هاد الوقيته هادي. بنادم يرد البال راسو، وان شاء الله ما يكون غير خير. الله يشافي كل واحد مريض اي مرض، الله يشافيه وسمعوا شي اخبار الخير. على اي متابعين الكرام، ما نطولش عليكم وندخلوا معكم سرد احداث او اطوار جريمه اليوم. متابعينا الكرام، القضيه ديال اليوم او الجريمه ديال اليوم غادي نرجع بينا لسنه 2010، ولكن الجريمه غادي نعاود لكم سنه 2012 وعاد غادي نرجعوا لسنه 2010. المهم عقلوا معايا، لان هذه القضيه او هذه الجريمه هذه فيها شويه ديال التعقاد، لهذا تبعوا معايا دقه باش ما تلفوش. ان شاء الله انا غادي نحاول نبسط لكم الامور باش القصه تسمعوا ليها وتفهموها بشكل اللي هو صحيح. على اين سنه 2012، واحد جوج ديال الدراري، هاد جوج ديال الدراري حركوا عليهم والديهم، اي الاب ديالهم والام ديالهم جراو عليهم. علاش؟ هما ساكنين ضواحي مدينه فاس في واحد الفيلاج. هذاك الفيلاج كما قلنا ساكن هاد جوج ديال الدراري حسن ومحسن، ساكنين تما مع والديهم. الام ديالهم كانت ورطت شي ارض اللي هي كبيره، وهذيك الارض الزوج ديالها اللي هو الاب ديال محسن وحسن كان كيقول لها اتكتبي لي اديري لي اتفعلي، وكان الراجل بحال اللي كنقولوا حنا خارج شويه الطريق وخايفه اللي يتزوج عليها، لهذا هذيك الارض ما بغاتش تكتبها له. والسيد بحال اللي كيضغط عليها تكتبها له. واحد النهار جات قالت له شوف والله هاد الارض هذه لا كتبتها لك، غادي نكتبها لولادك. كتباتها حسن ومحسن، كتبات داك الاراضي كلهم اسم حسن ومحسن. حسن ومحسن كانوا جوج ديال الدراري خارجين الطريق، هذاك الورط اللي كتبات لهم الام ديالو كله باعوه وعطاوها الشراب، عطاوها الخمور، عطاوها الفساد، حتى غير ضيعوا داك الشيء كامل وغير رجعوا عند الام ديالهم. الام ديالهم قالت لهم شوفوا ما تدخلوش عندي للدار، نتوما بحالكم بحال باكم، انا درت فيكم الثقه وكتبت لكم داك الورط ديالي اللي ورطت على والديا، زعما نتوما ولادي تحنوا فيا وتحافظوا على الورط ديالي، ولكن طلعتوا بحالكم بحال باكم، كنتوا طامعين في داك الورط كليتوه، يلا كل واحد يشط الطريق. بالفعل جرات عليهم الام ديالهم، مشاو لواحد المدينه قريبه للفيلاج ديالهم. هاد المدينه هي صغيره، وهاد المدينه كان فيها الدرك الملكي، ما كانوش فيها البوليس، كان مازال ما دخلوش البوليس، فيها غير الدرك الملكي. مشاو كراو واحد المحل، هذاك المحل سكنوا فيه محسن، كان عنده صنعه في يديه كيخدم في هادشي ديال لا ميكانيك. حسن ما كانت عنده في يده حتى صنعه، شنو كان كيدير؟ كيخرج لتما لداك السوق كيبدا يقلب، كيدفع بعض الكروسات، يبيع مع هذا تيشري مع هذا تيدبر على داك المصاريف. وكانوا عاطينها حتى هما الشراب، كيجيو لداك البيت كيجلسوا كيشربوا بجيبهم، الاخر كيجيب داك البركه، الاخر كيجيب داك البركه، كيشاركوا ما واكلين ما مهم حالتهم ما هي حاله. هنا هاد حسن اللي ما عنده التصنعه، كانوا كي الناس ديال داك الحي او داك البلاصه اللي فيها داك السوق كيتعاملوا معاه. كانت تما عندهم واحد المحل ديال البارا فارماسي، مقابله واحد البنت كانت سميتها لطيفه بالضبط. هاد لطيفه هذه كانت كما قلنا مقابله داك البارا فارماسي، وكانت كتثق في حسن، كتشوفو تما كتعاون معاه حتى هي، وكانت بنتها هي زوينه وظريفه وكذا، كتعاون معاه كتقول له ودي حسن هذا تسخر ليا جيب لي هذه، بحال دابا الا بغات تاكل او هذا كتصيفطو تسخر ليها، بغات شي تعبئه كتصيفطو، بغات شي حاجه كتصيفطو. واحد النهار هاد حسن جالس تما كيدور، عيطات له لطيفه هذه اللي خدامه في بار فارماسي، حسن اجي قالت له شوف حاجه، كان غادي ندخل للطواليط، انت وقف ليا في الباب هنا، اللي يدخل شي واحد يكريسيني ولا شي حاجه ترى كنعرفك وهذا، جلس لي في الباب. بالفعل هو وقف في الباب، السيده دخلت للمرحاض. فاش دخلت للمرحاض السيد بان ليه بان الفلوس كاينه تما في داك المجر، فلوس ليها كثيره. شنو بدا كيدير؟ بدا تيتصنت واش السيده طرقت الباب ولا ما طرقتش الباب. هي طرقت الباب، هو جبد داك المجر بدا تيجمع داك الفلوس. السيده خرجت شافتو جبد داك المجر، بدات كتغوت كدير كذا، هو شافها غير شافها طارح ليها قبطها بدا تيضربها،
داك يضربها كيعن فيها واش بغى يقتلها وشنو هذا. المهم السيده طاحت الارض مغمى عنها، السيده غيبت، غيهرب هو، غيمشي عند داك الاخ ديالو اللي هو محسن للكراج. قال له شوف، قال له راني كريسيت فلانه والفلوس عندي، يلا نهربوا. خوه ماشي من العاك زين، كاين واحد الطوموبيل تما كيصوبها، ديما راها ما عنده البيرمي، ديما راها ركب خوه مشى. بقات السيده تما هي طايحه، الناس تما شنو واقع شواقع. السيده فاقت، دوزت واحد المده طويله فاقت، السيده عينيها زرقين كتغوت، فلان سرقني فلان سرقني. جاوا الناس كيتجمعوا تما، الاخر هرب بالطوموبيل، داك مول الطوموبيل جا للكراج، لقى داك مول الكراج كان سميتو عبد اللطيف. قال له سي عبد اللطيف انا خليت الطوموبيل عندك في الكراج ديالك، دابا الخدام ديالك هو دير الطوموبيل، وخوه ارتكب جريمه وحنا في الطوموبيل ديال ما عرفش فين غيمشيو يديوها. انا ما نعرفش ما كنعرفش شي واحد، كنعرفك انت، كنعرف الكراج، تحمل المسؤوليه ديالك. وقعات هنا واحد الروينه، هنا غيعيطوا الناس ديال داك الفيلاج او ديال هاد المدينه عفوا، غيعيطوا الناس ديال الدرك الملكي. جاو الناس ديال الدرك الملكي لتما، شو واقع؟ جا دارت الجدان ديال داك الامريكات، غيلقى البنت مضروبه. قالها الله ودي لطيفه شنو واقع لك عاود؟ عاونت هاد المره عاونت عداو عليك ضربوك، وانت كتشوف ضربني فلان حطيته هنايا، قلت له قبل لي دخلت للمرحاض خرج، فاش لقيتو كيشفرني غوت شدني ضربني. المهم هزوها هي داوها للسبيطار، من بعد غادي يديوها باش يستمعوا لها. داو داك مول المحل، وداو داك السيد اللي خلى عنده السياره، هذاك عبد اللطيف مول المحل. قالوا بسيدي هذاك الولد خدام معايا، هذاك السيد راه خدام معايا، انا ما عرفتش كيفاش هز لي الطوموبيل هنا وربوه وخوه، ما عرفناش شنو واقع. قلب هنا قلب هنا قلب هنا، وقعت على حال الاستنفار. هنا لغد ليه غادي تبان بان الطوموبيل تلقات في واحد البلاصه، واحد البلاصه خارج المدينه، واقفه في واحد الجنب ديال الطريق ديال داك الطوموبيل، هي ديال داك السيد اللي كان خلى عندك مول كراج عبد اللطيف، والخدام ديال عبد اللطيف داه اللي هو محسن. جاو تلقاو داك الطوموبيل، الطوموبيل اللي هي ما وقع لها حتى شي حاجه، الطوموبيل حبسها جنب الطريق صافي. بقاو كيقلبوا على حسن ومحسن، حتى غادي يشدوهم، غادي يشدوهم سكرانين. جابوهم لابريكاد، دخلوهم للسيلون، او كنقولوا حنا الجيو او المخفر ديال الشرط ديال الدرك الملكي، خلاوهم تما حتى صحاو، تطر منهم داك الدهشيره ديال الشراب. طلعوهم كل واحد كيتسنتلو بوحدو، اش هاد الفضيحه درتو؟ قالوا سيدي انا كنا سكرانين ما عرفناش شنو درنا. وكيفاش نتوما تعديتي على السيده وديتي لها رزقها؟ واش هادشي خبر خوك؟ قالوا ما انا غير مشيت عند خاي، قلت له ودي راه شي فلوس كذا، وهزوا الطوموبيل ومشى. المهم دوك كيدخلوا ويخرجوا في الهضره، اعتقلوهم. هنا الام ديالهم غادي تسوق الاخبار، وراكم عارفين الكبده عاوتاني جات تما، بدات كترغف في داك الميكانيك اللي كان خدام معاها ولدو الاسم ديالو عبد اللطيف. قالها شريف انا ما نازلش، ما تنازلوش، انا مول الطوموبيل جا عندي لهنا والطوموبيل داوها لي وكذا، ما تنازلش. مشات بحالاتها، مشات عند البنت مشات عندها للدار. والبنت فين ساكنه؟ ساكنه في واحد البلاصه بعيده على هاد المدينه هادي اللي خدامه فيها هي، خصها تمشي واحد المسافه ديال واحد قليله، واحد 14 كيلومتر عاد كتوصل لواحد الفيلاج، حتى هو فيلاج كنقولوا حنا حضاري. مشات عندها قالت لها بنتي دابا اللي عطا الله عطا، الولد غيمشي للحبس كذا، واللي مشى لك نعطيه لك وكذا. هنا لطيفه حشمات، غلبها وجهها كما كنقولوا، دارت تنازل الحسن، لان هو اللي ضربها هو اللي سرقها، اما محسن ما عندها علاقه به، هذاك براسو هذاك شوفوه هو مول الكراج. هنا هذاك مول الكراج عبد اللطيف سمع بان لطيفه سمحات الحسن، دارت له التنازل. السيد شنو دار؟ ما رضاش، كيفاش دارت له التنازل وهادي كيفاش ياك ما دوروا معاها يا بكذا. ديما راه الطوموبيل اطلع عندها البلاصه اللي ساكنه فيها هي، غادي نخليو هاد عبد اللطيف مول الكراج طلع عند لطيفه باش يهضر معها على التنازل، ويقول لها ما تنازليلوش، وغادي نرجعو كما قلنا لقبل هاد الجريمه هادي بسنتين. هاد لطيفه هادي كما قلنا خدامه في هاد البارافارماسي واحد المده، وساكنه في هاد الحومه اللي قلنا في هاد الفيلاج اللي هو حضاري. عندهم واحد جارهم راجل كبير، لطيفه كما كنهضروا عليها دابا في عمرها 25 سنه، سيده مخطوبه في ذاك الوقت. عندهم كما قلنا واحد جارها مول الطاكسي مزوج، السيد ما عندوش دراري، السيد كنقولوا حنا عنده الورث، خلى له باه الورث، عنده واحد الطاكسي مشارك هو واحد السيد كيخدم بها، عنده الزوجه ديالو، السيد عايش به خير. كان فاش كيخرج من الدار كيلقى مره هاد لطيفه غاديه للمدينه، غاديه عفوا للبلاصه اللي خدامه فيها في المدينه، كيقول لها لطيفه غاديه انا نوصلك،
كيوصلها كيديها عاوتاني كيولي عاوتاني مره اخرى يتلاقى معها يديها. امراته شكات فيه قالت له انت ديما هاد الصدفه بينك وبين هاد اللطيفه، وصلها ديها جيبها كذا. سيد ما تسوقش لذاك الهضره، واحد اليامات ولا كيديها بشكل رسمي بحال كنقولوا المره الاولى كان كيخرج غير عشوائي من الدار وكيلقاها في الطريق وكيديها، ولكن واحد اليامات تزامن الوقت ديال الخروج ديالو مع الوقت الخروج ديال هاد اللطيفه هذه، وبدا كيديها معاه كيديها معاه للمدينه كل نهار كيهزو يديها معاه. المراه ما عجبهاش الحال، جات عند هاد اللطيفه قالت لها شوف السيد مزوج، انت في الاول كنتي كتوصلي وانت جارتنا وكذا وكذا وكذا، ماشي مشكل غادي تعرف على داك التواصل، قلنا كتجيو صدفه كتلاقاو صدفه كيوصلك، ولكن باش الوقت يتزامن بيناتكم توليو تخرجوا بجبيكم في وقت واحد يوصلك وفي العشيه يجيبك ويديك ويجيبك، راه ما معقول هادشي، راه ما معقولش. بعدا السيد راه مزوج، قالت انا ما بيني وبين والو انا حقا مخطوبه وانا كذا. قالت لها شوف مخطوبه ولا مخطوبهش، بعدا السيد راه مزوج. جات عند الراجل ديالها قالت له شوف النهار الاولي كنا كنقولوا بانك تلاقاو غير صدفه وكتديها معاك ماشي مشكل، جارتنا وحبيبتنا وما عندناش مشكل، ولكن باش الوقت يتزامن مع الوقت ديالك وتولي تخرج، هي كتخرج في 8 وانت كتخرج في 8 وكتوصلها وفي العشيه كتجيبها وتوليتي خدام معاها. بعد السيده السيد ما عجبوش الحال ديال ديك الهضره ديال مراته، بدا عاوتاني كيشرب. السيد كان نشط الطريق ديال الله، الفلوس عنده كلشي عنده، ولا كيشرب عطيها الشراب ولا كيجي يسكران كيجي عند مراته كيقول لها شوف انا طاكسي ديالي وانا برزقي وانا لطيفه غادي نتزوج بها اموتي ولا اللي عجبك ديري ولا كذا. ولا السيد كيمشي كيتلاقى معها هاد لطيفه بشكل عادي كيوصلها ويجيبها. وقعت الروينه، وقعت الروينه بينه وبين الزوجه ديالو. السيد شنو دار؟ واحد النهار قبض داك الاملاك ديالو كامله باعها لمن واحد السيد الاسم ديالو بن عيسى. هذا بن عيسى اش كيدير؟ هو الامين ديال داك الطاكسيات، الامين ديال المحطه ديال الطاكسيات هو الامين ديالها. باع له داك الاراضي ديالو ودار الفلوس في البنكه وبقى شي حاجه كيسالها له، قال له ودي تنعطيها لك من بعد حنا كنتقاطعوا. بالفعل انا وصل الخبر لمول الطاكسي، اي السيد اللي مشارك مع مول الطاكسي مولها، لان هذا اللي كنهضروا عليه غير شيفور. المول اللي كنقول حنا مول الطاكسي هو غير شيفور، كاين مول الطاكسي الاصلي او اللي كنقولوا حنا المالك. هذاك الملك مشاو عنده قالوا له ودي الشيفور ديالك ديال الطاكسي راه ولا سكايري ولا داك الطوموبيل كيدير. قال لهم شوفوا السيد كيجيب له الروسيطه هي هذيك، كيعطيني رزقي الا كيشرب حياته هذيك، ولا كيدير شي حاجه شغلو هذاك، انا ماشي سوقي في هذا الشيء، داكشي بينو وبين الله. انا خت السيد خدام معايا كيجيب لي رزقي، الطوموبيل اللي مشاركين بيناتنا راها مزيانه، الواحد الله يعاونه. ردها لهم في وجههم السيد او هذا الشيفور ديال الطاكسي، بقى غادي على داك المنوال، بدا هو الزوجه ديالو واحد الروينه، بدا كيعنف الزوجه ديالو. واحد النهار غادي يسوق الخبار خوتها ديال الزوجه ديالو، غيجيو بثلاثه لتما غادي يدابزو مع الزوج اللي هو شيفور الطاكسي، وغادي يجيو عاوتاني غيسوقوا الخبار ديال الخوت ديال لطيفه، غيسوقوا الخبار والخطيب ديالها تا هو غيسوق الخبار، وغيجيو لتما باش يدابزو مع الشيفور ديال الطاكسي. وترونات ترونات، شي باغي يدابز مع مول الطاكسي، شي مولا مرات مول الطاكسي باغا تدابز مع لطيفه وخوتها، وترونات تما كتشبك بيناتهم. كيجيو الجدرميه داو كلشي الا بريكاد داوهم. هنا الشيفور ديال الطاكسي هز الطوموبيل هرب مشى، هزو الاخرين داوهم، داو الخطيب ديال لطيفه، داو لطيفه، داو خوتها، داو خوت مرات مول الطاكسي ومرات مول الطاكسي، داوهم لبريكات بيناتهم العنف. وهذا قال لهم شوفوا غتنازلوا مرحبا بكم الله يهنيكم، لان عندكم تبادل العنف، ما بغيتوش جاي تنازلوا كلكم غنهبطوكم لتحت براسكم، شوفوا كيفاش ديروا. المهم دخلوا تما الجيران وكذا صالحوا بيناتهم، كل واحد مشى بحالاته، داروا التنازلات خرجوا مشاو بحالاتهم. ولكن اللي هو الاساس في هذا المشكل اللي هو الشيفور ديال الطاكسي اللي كان سميتو هاشم، هذا هاشم هرب ما عرفوش فين راه، بقى روشيرش، بقى روشيرش على هاد القضيه هذه، كيفاش ما جاش نسامعوا ليه، هو اللي واقع المشكل وكيمشي مع السيده مخطوبه هو مزوج وكذا والزوجه ديالو مشكيه به، وهذا بقى روشيرش. السيد مشى بالطاكسي ديالو ما عرفوش فين مشى، السيد داز النهار الاول، داز النهار الثاني، داز النهار الثالث، السيد ما باش. المرا ديالو مشات ديك راه عند الجدرميه قالت له اودي الراجل ديالي اشنو واقع، اشنو واقع راه غبر ما عرفش فين هو، التليفون ديالو طافي ما عرفش شنو واقع ليه. قالوا لا يمكن المشكل ديال اللي وقع لكم هو هذا، السيد راه مازال هارب على ما تبرد الطرح وتصالحوا بيناتكم. قالت له سيدي انا ما عرفش الزوج ديالي ما عرفش فين مشى دابا. مزيان قالوا له شوف
خلي واحد المده ونشوفوا الا ما بانش هذيك الساعه نديروا بعد الفائده العائله. غادي تدوس كما قلنا 3 ايام على هذه القضيه هذه. النهار الرابع بالضبط شي شباب فيهم بنات ودراري يديروا الرياضه في الغابه في الصباح. كيجيو يمشيو لواحد كاين هذه الغابه جايه في جنب بين المدينه والفيلاج اللي ساكن فيه هاد الشيفور ديال الطاكسي. هاد الغابه تمايا كيديروا سبور. واحد اللحظه غتبان ليهم واحد الطاكسي وصل الغابه حروقه طاكسي حروقه. غادي يعيطوا للجدرميه. جاوا تما الناس ديال الدرك الملكي. السلام عليكم السلام. قالوا سيدي حنا كنجيو كنلعبوا هنايا وكذا. لقينا فهاد البلاصه الطاكسي هادي محروقه وديكلاريناكم تكون شي مشكل تكون شي سرقه ولا شي حاجه. بالفعل تخبرات النيابه العامه. النيابه العامه قالوا لهم ودي شوفوا شنو واقع تما. الناس ديال الدرك الملكي عيطوا للناس ديال التقنيه بصراحة الجريمه وكذا غيعرفوا داك الطاكسي ديال من. الطاكسيه ديال من هي ديال هاشم اللي عنده المشكل مع الزوجه ديالو. الطوموبيل محروقه. شكون اللي حرقها؟ الطوموبيل كلها واكله العافيه. الطوموبيل دابت بقاو كيقلبوا هنا كيقلبوا هنا باو يهزوا شي بصمات وكذا ولكن كلشي محروق. اش غادي تهز البصمات واش غادي دير؟ بقاو كيديروا المعاينه ديالهم. واحد اللحظه وهما تيديروا المعاينه ديالهم غادي يهزوا داك الكوفر باش يقلبوا شوفوا شنو داك لان الروايط ديال هذا يبين هذا. هزوا داك الكوفر فتحوا داك الباب اللوراني ديال الكوفر غادي يلقاو واحد الامر اللي هو صادم ما كانوش كينتظروه الناس ديال الدرك الملكي. غادي يلقاو شيفور الطاكسي اللي هو هاشم مقتول. مقتول لان اول حاجه شافوها مقتول بان السيد عليه اثار ديال الدم ومطعون عده طعنات. واحد الحاله اللي هي كارثيه. غادي تولي تخبر النيابه العامه من جديد. قالوا له مودي حنا في الاول عرفنا بان غير طوموبيل محروقه ولكن راه فاش فتحنا الكوفر لقينا فيها الشيفور ديالها مقتول. هنا جاو كما قلنا الناس ديال الطبيب الشرعي والناس ديال التقنيه بصراحة الجريمه والطبيب الشرعي وكذا دوك يقلبوا تما. هزوا الجثه خرجوها. الجثه عليها اثار ديال الضرب والتعنيف. الوجه كله مضروب يديه مضروبين. السيد مقتول. هزوا الجثه نحو مستودع الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسه الوفاه ويحدد لهم الطبيب الشرعي السيد فوقتها الشوفة. هنا اول حاجه اللي بانوا اللي بانت تقنيه مسرح الجريمه بان السيد ماشي تما مات تغسل في جهه اخرى وجات لحوه الطوموبيل ديالو تما وتحرقت. علاش؟ لان الكوفر اللي لقاو فيه الجثه ما فيهش الدم. كاين الدم غير على الملابس ديال الضحيه اللي هو هاشم ولكن ما كاينش الدم تما او بقع الدم قليله داك بقع الدم اللي كاينه في الكوفر ديال الطوموبيل. اي السيد تغسل في جهه اخرى عاد جات لاح تما. هنا غادي يوقع سينوجيم كما كنقولوا البحث ان هذه قضيه ديال جريمه قتل. جريمه قتل وفيها بزاف ديال الحوايج اتلاف الجثه واتلاف السياره واضرام النار وكذا. اي ديال القضيه كحله. تهز الطوموبيل هزو تما لقاو شي حاجه وكنت غتهز البصمات ما كاينش شي الغابه هذه والطوموبيل محروقه حتى الا كان شي بصمات راه تحرقوه. اش غادي تهز؟ الجثه كانت في الكوفر مع دوك الطوموبيلات القدام ماشي بحال هادو الجداد. دوك الطوموبيلات القدام كان فيهم داك الكوفر مغموق كانوا كي يشد عليه واخا العافيه شعلت في الطوموبيل ما وصلتش العافيه لعند الجثه. على اي هنا تهزت الجثه. اول حاجه شنو غيجيبو؟ غيجيبو مراته وغادي يجيبو لطيفه اللي تا هي كانت سبب في النزاع مع الزوجه ديالو وغيجيبو الخوت ديال مراته وغيجيبو الخوت ديال لطيفه وكيوقع البحث. ارانا شيفور ديال ارانا مول الطاكسي ارانا السيد اللي شرب عنده الاراضي غيجيبو هاد الناس هادو كاملين. جابوا اول حاجه لطيفه وجابوا خوتها ناس دراوش. ولكن هاد لطيفه فاش شيفور ديال الطاكسي هاشم ما بقاش كيبان خوتها كانوا كيدوروا دونك كيقولوا في الزناقي اولا قبطناه تنديروا له ولا تنفعلوه حنا يضحك لينا على خوتنا وكذا. اذا كانوا كيروجوا هاد الهضره واخا هما ما كانوش ناس اللي هما كنقولوا حنا مقاطعين يديهم يد الرحمن او شمكار او لا. ناس اللي هما بعقلهم غير بحال اللي ما رضاوش كنقولوا حنا دم الوجه. غيجيبوا حتى الخطيب ديالها. جابوا الخطيب ديالها لان شكوا فيه قالوا يمكن هذا الخطيب ديالها ما رضاش بان دالوا الخطيبه ديالو هذا ودار هذه الحاله. السيد جابوه. السيد خدم في واحد الشركه. قال لهم شوف اسيدي انا بالفعل انا جيت تما غوت انا حتى جيت لان هذيك الخطيبه ديالي وكل البنات عطاهم الله. هذيك السيده كان دايره علاقه مع داك السيد وانا ما احترمتنيش
البنات عطاهم الله، الله يعاونها ويعاونها. انا صافي، انا من ذاك النهار ساليت ما عندي مشكل معها، ما عندي حتى شي حاجه، الله يعاونها ويعاونها. صافي انا ساليت مع العلاقه هذه كاع، وبنات عطاهم الله، قالوا ماشي مشكل، بقى معنا غادي نشوفوا واش كنتي ولا ما كنتيش. غادي يجي تقرير ديال التشريح الطبي الاولي، غيقول لهم بان الضحيه مات على اثر طعنات تلقاه، مات بطعنات. وزاد اكد لهم الطبيب الشرعي بان السيد كان سكران داك الليله فاش تقتل، وفوقتاش مات، هما لقاوه في الصباح، هو مات في 10 الليل اللي قبل داك الصباح، اي مات في 10 الليل لغد ليه في الصباح لقاوه الناس في الغابه. هنا الطبيب الشرعي حدد لهم، حدد لهم الوقت اللي وقعت فيه الجريمه، العشرة بين 10 و11 ديال الليل اللي سبق الليله اللي لقاوه فيها في الغابه. هنا غيبداو مع كما مع الخطيب كما قلنا في النهار في في الاول، قالوا ليه انت الليله ديال البارح اللي لقيتها هنا وهنا في كنتي سيدي، كنت بلاصه فلانيه مع الوالده ديالي وكذا وكذا. مشاو قلبوا، بالفعل لقوا بان السيد كيقول داكشي صحيح، كان عنده حجه الغياب، اذا السيد ما عنده يد في الجريمه هذه، تلقاو يمشي بحالاته. جابوا لطيفه قالوا لها شوف الليله الفلانيه بين 10 و11 الليل في كنتي، اقدم سيدي لها خدامه في بلاصه فلانيه و تنجي للدار، انا كنكون في الدار في ديك الوقيته. مزيان عندك شي تليفون؟ قلت له مسدي عندي، رانا داك التليفون. شافوا النهار اللي تقتل فيه الضحيه اللي هو هاشم، لقات بان هي مصونيه على خوتها بزاف ديال المرات، صونات بزاف ديال المرات على خوتها. قالوا لا علاش صونيتي على خوتك في هاد الوقيته هادي؟ اقدم سيدي انا ما كيما نخبي، خوتي كانوا كيقلبوا عليه وخوتي ارتكبوا شي جريمه، وانا بديت كنعيط لهم باش نقول لهم نعلو الشيطان وما ديروش وما تفعلوش وما هذا، وخفت على خوتي. اذا سي كنت عارفه بان غيديروا شي حاجه، والسيد مات داك الليله. جابوا خوتها، خوتها كينكروا، قالوا سيدي حنا راه ما قتلنا، ما درنا، ما تصوبنا حتى شي حاجه. كل واحد كيسولوه في الاخر، داروا نازل للدار كامل بواحد الطريقه، سولوا كل واحد بوحديتو في الاخر، دخلوا واحد قالوا شوف خوك راه قال الحقيقه، انتم اللي درتوه فعلتوه. واحد فيهم قال له شوف اسيدي لا خي قال الحقيقه يتحمل المسؤوليه ديالو، انا ما قاتل ما دير حتى شي حاجه، انا مازال لحد الان نهكر ما قاتلش، لا قال شي حاجه يتحمل المسؤوليه ديالو وشوف هو واش قاتل ولا دبر راسه. مزيان اعتقلوا لطيفه واعتقلوا خوتها، جابوا الزوجه حتى هي، قالوا لها لقيتها فين كنتي سيده؟ قالوا يمكن مشى دار سيدي مع شي واحد مع خوتها قتلوا السيد. وهذا قالوا اسيدي شوف انا كنت في الدار، واش كون معايا كان معايا، واش كون معايا كانت معايا امي. جابوا امها سولها، قالت لهم سيدي بالفعل ديك الليله كنت مع بنتي، ارى التليفون داك عندك التليفون؟ قالت لهم سيدي عندي التليفون، ارى التليفون. قلبوا التليفون لقاوها بان مصونيه على خوتها هي داك الليل، والنهار كله اللي كتصوني عليهم. قالوا اجي انت علاش مصوني على خوتك؟ وقالت لهم سيدي انا كنت كنصون عليهم على حساب يقلبوا على الزوج ديالي ولا شافوا شي بلاصه ولا كذا، وانت ديكلاريا بالزوج ديالك وليتي كتقول لي خوتك يقلبوا عليه. ياك ما تفقتي انت وخوتك وصفيتو السيد وقلتي كتريقلو ولا سيدي كذا. جابوهم عاوتاني لقاو الخوتة بان كل واحد فين كان، واحد هنا واحد هنا واحد هنا. اعتقلوهم حتى هما، اعتقلوا الزوجة واعتقلوا خوتها. غادي يحيلوا كل شيء على انظار الوكيل العام، الوكيل العام السيد او الناس ما معترفينش حالهم على قضية التحقيق. قضية التحقيق راكم عارفينه، الفلتر ديال المحكمة، سول هذا سول هذا سول هذا، صيفطهم للحبس 15 يوم جابهم، عاوتاني بدا معاهم من الاول كيسول كيسول وكيشوف فيهم. في الاخر غادي يطلقهم كلهم بحالاتهم، ولكن ما غيطلقهمش بعدم المتابعه، غيطلقهم حاله صراح، وبداو يحضروا من برا. دار واحد القرار اللي هو صائب، او صائب بالنسبه ليه، ولكن الناس ديال داك الفيلاج والناس ديال المدينه ما فهموش. شي كيقول بان عطاو فلوس، شي كيقول عطاو الرشوه، شي كذا شي كذا، ولكن قضيه التحقيق عنده كامل الصلاحيات باش يطلقهم ولا يشدهم. طلقهم قول لهم الا كان شي حاجه غنستدعيوكم، ولكن عاوتاني رجع المسطره الناس ديال الدرك الملكي. قالوا لهم عفوا شوفوا غتوليو تبحثوا من الاول، هادو اللي راكم جبتو لي راه بان لي حتى واحد ما مرتكب هذه الجريمه هذه، ابحثوا شكون اللي مرتكب هذه الجريمه هذه. هنا الناس ديال الدرك الملكي عاوتاني جابوا الزوجه، قالوا لها الزوج ديالك فين كان كيمشي؟ ما قدام سيدي كان كيبيع
الاراضي وباع شي فلوس وباع الفلان وبدا كيمشي لهنا وكيمشي هنا ما عرفاش فين كيمشي. الزوج ديالك باع؟ قالوا ما سيدي باع. لمن باع؟ شي واحد كيقولوا بن عيسى راه هو الامين ديال الطاكسيات. مشاو الناس ديال الدرك الملكي جابوا بن عيسى. السلام عليكم. السلام. تابع لك هاشم الله يرحمه باع لك شي حاجه؟ قالوا ما سيدي باع لي، مازال كيسني شي حاجه وانا غنعطيها لمراتو، انا ما واكلوش، انا مازال كنعصر بان شحال كيسني شحال كيسني. انا بالفعل داك السيد الله يرحمه عندي معاه مشكل. مزيان، ما عندك لا مشكل؟ ما عارفينش عندهم مشكل مع شي واحد ولا شي حاجه؟ قالوا لا سيدي، مع من الخدام هذا؟ اش قال لهم سيدي خدام مع واحد مع مول الطاكسي الفلاني، راه هو وياه عنده هاد الكريمه هادي. مشاو جابوا مول الكريمه، جابوه قالوا له ودي انت كيدير العلاقه ديالك مع هاشم الله يرحمه؟ قال لهم شوف اسيدي داك السيد انا عرفتو النهار اللي عرفتو النهار اللي خدم معايا انسان معقول، ما عمرو خدا لي رزقي، ما عمرو دالي ديالي، ما عمري شكيت فيه ولا كان شي خصام بيناتنا الله يرحمه. انا ما فهمتش شنو وقع له، ما فهمتش هادشي علاش وقع له، انا راه براسي ضايخ ومصدوم علاش وقع له هاد المشكل هذا. مزيان، هاد الناس ديال الدرك الملكي ما لقاوش مين يدخلوا. هاد جوج ديال الناس، واحد كيقول ما سيدي انا شي عنده الاراضي وبالفعل كان سالو فلوس ونعطيهم له ما واكلوش. الاخر مول الطاكسي قال له ما سيدي بالفعل انا السيد خدام معايا والله يعمرها دار، ما عنده مشكل معاه. مزيان، هنا الناس ديال الدرك الملكي خداو واحد البديله واحده اخرى، قالوا السيد بلاتي عنده شي فلوس البنكه؟ شو كيسولوا البنكه ديالو، الفلوس البنكه عنده، وغادي يعرفوا الناس ديال البنكه غيعرفوا الناس ديال الدرك الملكي بان هاشم النهار اللي تقتل فيه جبد 8 د المليون. اذا فين هي 8 د المليون؟ الناس ديال الدرك الملكي هما اللي داروا معاينه في الطاكسي ما لقاو فيها لا فلوس لا محروقه ولا صحيحه. اذا العمليه كتعلق بالسرقه. مزيان، 8 د المليون ما كايناش، شكون اللي داها؟ العلم لله. السيد معمن كيجلس معمن كيمشي؟ بداو كيقلبوا حتى غيعرفوا بان هاشم الله يرحمه كيدير المازوت عند واحد السيد بالتخبيه. اي كيفاش بالتخبيه؟ واحد السيد عنده واحد الكراج، شكون هو؟ هو هذا اللي غيمشي عند اللي غيمشي عند لطيف يقول له علاش درتي له التنازل؟ داك السيد اللي تعداو عليه، اي عبد اللطيف. هذاك عبد اللطيف اللي كان خدام مع حسن اللي هضرنا في الاول الحلقه عليه، هذاك عبد اللطيف كيبيع المازوت بالتخبيه، اي المازوت كونتربوند. هذاك الوقيته كيجي المازوت كونتربوند، كيجي في البياده كيدوز مول الطاكسي كيعمر له المازوت بجوج دريال، مازوت موجود، غيمشيو عنده. قالوا له جي نسولو السي عبد اللطيف، انت عارفين كتبيع المازوت كونترباند وكذا وكذا، والله يسهل عليك، ولكن دابا جابتك السمطه، فلان الله يرحمه كيدير عندك المازوت؟ قال له سيدي كيدير عندي المازوت، شي اللي عطى الله وكيصلح عندي الطوموبيل. مزيان، اخر مره شتيه؟ قال له سيدي النهار الفلاني. كيفاش؟ قال له سيدي النهار الفلاني راه جا عندي. كيفاش النهار اللي تغسل فيه جا عندك؟ قال له سيدي النهار ديال الثلاث في الوقيته الفلانيه راه جا عندي. مزيان، مع من كان؟ قال له سيدي كان مع شي واحد. شكون هو هذا الواحد؟ قال له سيدي ما عرفتوش. ولا شتي تعقلو؟ قال له سيدي شنو عقلو، كان هذاك السيد ما تنعرفوش، كان معاه واحد الشاب تكون في العمر ديالو داك 27 سنه. في كانوا؟ قال له سيدي كان في الطاكسي، هبط عندي قال لي ودي عمر لي المازوط، عمرت له المازوط ديما راه مشى. مزيان، اذا شكون هو هذا اللي كان مع هاشم في الطوموبيل؟ اذا غتكون عنده علاقه بالجريمه هذه. هذاك مول المحل اللي هو عبد اللطيف ما كيعرفوش، سولو تما الطاكسيات قلبوا هنا، واش شفتو مع شي فلان؟ واش شفتو مع فاسيدي كان شناه؟ ولكن ما عرفناش شكون هو، راه داز عندنا المحطه لهنا وسلم علينا وكذا، وما عمرش ما دخلش المحطه باش يعمر الطاكسي ولا لا، غير كان كيدور وسلم علينا وكان مع شي واحد، ولكن ما عرفناش داك الولد شكون هو. مزيان، اذا هذا الولد هذا شكون هو؟ هاد القضيه هادي غادي تدوز عليها كما قلنا سنتين، وغادي يرجعوا بكم دابا لسنة 2012 اللي غادي يمشي عبد اللطيف باش يمشي عند لطيفة باش يقولها علاش غديري التنازل لداك حسن. السيد ركب في الطوموبيل مشى للحي ديال لطيفة، لطيفة حلفت قالت له سيدي انا داك المحل والله لا عاود خدمت فيه نهار الاولي كان مول الطاكسي، ها هو مات، ها هو داري ما قداش، ها هي عاوتاني جاو تعداو عليا تما، هذاك المحل ما عنده عتبه ما غنعرفش نخدم فيه، صافي ساليت انا بالخدمه غنكس غير في دارنا. اذا هنا المره الاولى فاش جاو الدرك الملكي وقالوا لها لطيفه انت ديما هاد المشاكل المره الاولى، ودابا كيقصدوا لها المره الاولى مول الطاكسي قال لك المشكل معاه،
ودابا عاوتاني عاود جهد عن نفك سيدي مع هاد المشاكل كل عامين عندك مشكل. سيدي كما قلنا عبد اللطيف هز الطوموبيل مشى للبلاصه فين ساكنه لطيفه باش غادي يقول لها ودي علاش غتنازلي الفلان ودار لك وتعدى عليك وتكرفص عليك ورجع لك وجهك كله مبوط وكذا. وصل الحومه ديالها بقى كيسول كيسول حتى يجي عند واحد مول الحانوت. يلقى داك مول الحانوت ما كاينش واقف له شي واحد في الباب شاب في عمر ديالو داك 29 سنه. السلام عليكم. السلام. قال له داك السر بغيت نسولك على الدار لطيفه اللي خدامه في بارا فارماسي. قال له شوف غتمشي من هنا غتمشي لهنا راه في بلاصه فلانيه. هذا عبد اللطيف مشاش للدار ديال لطيفه مشى هز راسو ومشى تيجري نيشان لبريكاد. السلام عليكم. السلام. شو وقع سيد النفس ما كطلعش. قال له شوفوا انا كنت تصنتوا لي هذه واحد العامين على واحد القضيه ديال هاشم مول الطاكسي اللي لقيتوه محروق ومقتول في الغابه وكان جا عندي داك النهار وعمر عندي المازوط وكان معاه شي واحد. ايوا ومن بعد قالوا داك الواحد اللي كان معاه جيتو سولتوني عليه وانا اللي قلت لكم راه كان مع شي واحد وما عرفتش شكون هو ولكن دابا عرفتوا شكون هو راه يجري وغتلقاوه في بلاصه فلانيه. كيفاش جريو يتجندوا الناس ديال البريكاد ها اللي سيفيل ها اللي بالكسوه قالوا يلا معنا شريف يطلعوا كيجريو للحومه. قال لهم راه هو كسيدي مشاو شدوا هذاك اللي شدوا ولد كما قلنا في العمر ديالو 29 سنه سميتو عسيله. جابوه للبريكاد دخلوه شدوه قالوا له شوف دابا طحتي من يدينا. هنا هاد عسيله هو نسى الجريمه اللي ارتكب نساها. شنو قال لهم؟ قالوا ما سيدي انا اللي تشفر جيو عندي وانا وداك السيد انا ما عرفتوش انا واش شفرته واش درت له. قالوا اسمع يا شريف لما جينا لديك الشفاره ولا سرقه ولا حتى شي حاجه ما متهمك حتى شي واحد انا جينا على واحد القضيه راك نسيتيها قلتي منعتي منها ولكن الروح عزيزه عند الله. قالوا له شوف انت عندك يد في المقتل ديال هاشم مول الطاكسي شيفور ديال الطاكسي اللي كاين الطوموبيل ديالو محروقه في الغابه وهو مكتف في الكفر ومقتول. دابا غتقر لينا مرحبا ما غتقرش لينا مرحبا. شوف انت الاختيارات ديالك وارتاح في الاختيارات ديالك السيد زيار ولا ما سيدي كان منخبي اما شي بوحدي ترتكب داك الجريمه ام حامل ارتكبتي الجريمه. قالوا مع فوزيه. شكون فوزيه؟ فوزيه فلانه. شكون هي فوزيه؟ هي واحد البنت تكون في العمر ديالها واحد 32 سنه انا ذاك كانت خارجه الطريق عطيها للدعاره وعطيها كذا غيمشيو الناس ديال الدرك الملكي كيجريو جابوا فوزيه جابوها لبريكاد. قال لها شوف فوزيه هذيك النهار حنا كنا منعتي منها ولكن راك ما منعتيش انت وفلان قتلتو الشيفور ديال الطاكسي هاشم. السيده عرفت راسها بان وصلوا ليها اعترفت تلقائيا قالت لهم سيدي بالفعل. هنا الاعترافات ديالها شنو هما؟ قالت لهم سيدي انا نقول لكم كل شيء. قالت لهم سيدي انا كنت كنعرف هاشم الله يرحمه سيد كان كيجي كيشرب معانا واحد اليوم توقع له المشكل مع الزوجه ديالو وكذا وكان روشيرشي وانا عندي الدار. قلت له شوف غدا جيبو الشراب وتمشي عندي للدار ونقصو في الدار انت مخبي حتى تفك المشكل ديالك. هو لقاها ميجي لنا والناس بدا كيجيب الشراب واحد النهار سكر قلت له شوف راه كاين انا عندي هذا الولد هذا اللي هو عسيله كنتفق انا وياه كنجيب له لي فيكتيم وكيكريسيهم دابا كنخرج له شي فيكتيم للغابه كيوقف علينا راه فلوس كذا والله تنقولها مرات كل هذا كيدي لهم الفلوس كنقسمو انا وياه. هاد المره هادي شي فور ديال الطاكسي بدا كيجي عندي للدار شي فور ديال الطاكسي ما قلتلوش اودي غيجي جا شي واحد غيعتدي عليه ولا لا. قلت له شوف راه غيجي واحد الولد راه كيحشم مني وهو اللي كيتسخر لهنا بغينا الشراب يجيبو لنا بغينا شي حاجه يجيبوها لنا حنا غنقصو في الدار. بالفعل عيط لذاك عسيله جا بقى كيجلس معانا في الدار كيتسخر لينا واحد اللحظه مول الطاكسي سكر. انا عندي الفلوس انا بعت الاراضي وانا كذا قلت له بعتي الاراضي بغينا شي 8 المليون تسلفها لنا. قال لا مرحبا السيد سكراه. قال لا مرحبا غدا نمشيو نتيريوها غدا نمشيو نتيريوها ونجيبوها. بالفعل قالوا سيدي كان جالس معايا الغدا فاق من النعاس السيد بقى في كلمته مشى للبنكة دار الضموند باش يجبدوا له 8 المليون. جا قال لي ودي راه قالوا لي من هنا واحد يومين عاد يجبدوها لي يجبدوا لي هذاك الفلوس. قلت لهم اسيدي نهار ديال الثلاث نهار اللي ارتكبنا فيه الجريمه الصباح قال لي ودي راه عيطوا من البنكه باش يعطوني داك 8 المليون صافي خرج. الاخر نعيط للعسيله قلت له شوف سير مع السيد
سير مع السيد عاونو ولا مشيو يجريسيه ولا شي حاجه سير معاه. مشى معاه عسيله في الطاكسي مشاو للبنكة. هي هادي عسيله فاش مشاو للبنكة جابوا الفلوس دازوا داروا المازوط رجعوا للدار. فاش رجعوا للدار في الليل قبطوا السيد قتلوه. عطيني الفلوس السيد بقى بحال اللي بغى يعيق عليهم قال لهم لا ما عطاكمش الفلوس ثم باغي تنصبوا عليا ثم كذا. بدا كيتشد معاهم واحد اللحظه هز واحد زرواطه تما بدا كيدبز معاهم بدا كيدبز مع هاد فوزيه وكيدبز مع عسيله. هاد شيفور ديال الطاكسي كان البنيه الجسمانيه ديالو قويه الدبز معاهم ضرب كما كنقولوا ضربهم. هي طارت عليه كتخبشو في وجهه هي ديك الخبوش اللي لقاو عنده في وجهه خبشاتو من وجهه. الاخر بدا كيضربو تحاموا عليه شنو غادي يديروا اتفقوا باش غادي باش غادي يقتلوه لان الا ما قتلوش غادي يدير فيهم شي حاله. قبطوه ضربوه للراس السيد طاح بداو كيوجهوا له طعنات بالسكين قتلوه قتلوه خلاوه تما. حتى دارت شي ثلاثة الليل هزوه داروا في واحد الليزار وداروه في الكوفر ديال الطوموبيل جابوا داك الليزار جمعوا داك الدم اللي كان تما سيقوا هزوه وداوه للغابه وشعلوا في الطوموبيل العافيه. هما كانوا كيظنوا حسب الاقوال ديالهم الا جوج المجرمين كيقولوا بان الا حرقناها حتى الجو حتى غادي يذوب ولكن من ظهر المنحوس ديالهم او كما كنقولوا الروح عزيزه عند الله الجو حتى ما تحرقهاش بقات تما وتعرفت ديال من. هنا الاعترافات ديال هاد فوزيه كانت واضحه كذلك الاعترافات ديال عسيله ولا مسيدي بالفعل هادشي اللي وقع وانا طمعاتني وقالت لي كذا وقالت لي كذا. غادي تعتقلوا بجوج هنا غنرجعوا للاحكام غنرجعوا بعدا الحسن ومحسن اللي اعتدوا على لطيفه اعتدوا على عبد اللطيف الميكانيك اللي ديكلاراو بهم غادي يحكموهم بالعقوبه ديالاش ديال 10 سنوات لكل واحد منهم. يحكموا على حسن ومحسن 10 سنين 10 سنين ديال السجن الاعتداء وكذا وكذا وكذا. هنا غتبقى لنا فوزيه وعسيله. فوزيه وعسيله عندهم جريمه اللي هي خايبه فيها القتل اضرام النار تمثيل بالجثه فيها بزاف الاغتيال فيها بزاف غتحكموا العقوبه ديال المؤبد. وهنا متابعينا الكرام غنشير لواحد النقطه بزاف الناس كيقول لي لطيفه دارت تنازل الحسن وعلاش حكموا عليه بهذه العقوبه. في خبركم بان التنازل راه كيتبت التهمه التنازل راه كيتبت التهمه اذا كان الانسان مرتكب شي جريمه ودار له الضحيه التنازل كياكد له بان راه بالفعل راه داير داك الجريمه والاخر رغبوا باش دار له التنازل. اذا هنا كيولي القضيه ديال حق العام. عاوتاني رجعوا للجريمه ديال اضرام النار شحال واحد كيقول لك العافيه شعلتها عادي. اضرام النار راه واحد الجريمه اللي هي خايبه جريمه اللي توصل 20 عام 30 عام هذه راه عقوبه ديالها شحال واحد كيقول لك شعلت العافيه راه عادي شعلتي العافيه راه فيها عقوبه درهم 14 عام الفوق كتسمى اضرام النار. هنا غنستذكر واحد القضيه وقعت كان وقع ندير واحد ولكن هذا كان الانسان اللي هو مختل عقليا واحد شويه. كان واحد الكاميو ديال التبن واقف سير انت مور داك الكاميو ديال التبن وشعل العافيه شعل العافيه في الكاميو. سيد كان واقف كيشري شي حاجه من الحانوت شاف العافيه شعلها في الكاميو. ديما راه الكاميو تم غادي زعما يخرجوا من حدا السكان ولكن بقوه داك الجهد ديال الريح العافيه بدات كتشد في داك التبن. هذا المنظر اللي هو خايب السيد غادي كيجري وداك الريح بقوه داك الجهد التبن بدا كيتحرق تتحرق الكاميو كامل يشدوا هذاك اللي ارتكب داك الجريمه. غادي يحكموا عليه بالعقوبه ديال 15 سنه من السجن النافذ بتهمه اضرام النار العمد. متابعينا الكرام هادو بعض النقاط اللي الانسان يرد البال ليهم ديال هاد القضايا ديال اضرام النار كذا كذا يقول راهم ساهلين لا راهم فيهم عقوبه اللي هي خايبه عقوبه سجنيه اللي ماشي فيها شهر او فيها غير الاعوام. متابعينا الكرام كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه وخديتوا منها العبره وكما كنقولوا هاد القصص هادو هما فقط للعبره يستفدوا من الانسان باش ما يرتكبش هاد الاخطاء ويطيح هو في المحظور. هانتوما كتشوفوا بان الجرائم هما جرائم مجانيه والجريمه لا تفيد. الى هنا تنتهي هذه الحلقه. عجبتكم الحلقه بارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم وكثروا لنا من لايك واللي كيدير تعليق
يدير جوج باش حنا نواصلوا في نشر المحتوى، لان الدعم ديالكم هو اللي كيشجعنا باش نبداو نحطوا لكم هاد الحلقات هادو ونضربوا فيهم ثمره. الى هنا متابعينا الكرام كتنتهي هاد الحلقه، وكما كنقولوا في نهايه جميع الحلقات الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.